السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله النهاردة هأجب على سؤال جالي في التعليقات، وهو عن مبعوثة شاشة الموبايل على الشاشة السمارت. تمام، تلاحظ إن بعد عرض الشاشة على الهاتف، تلاحظ إن أثناء استخدام عرض الهاتف على الشاشة السمارت بيبقى بطيء. تمام، وديت مشكلة حصلت معايا أنا شخصيا. كان معايا هاتف سامسونج بمواصفات ضعيفة، وعند ما كنت مبعوثة شاشة الموبايل على الشاشة السمارت بلاحظ ان الهاتف تقيل معايا اثناء الاستخدام، او كنت بلاحظ ان اثناء عرض الهاتف على الشاشه في بطء او في تهنيج. المشكله ديت بتبقى علشان الهاتف مواصفاته ضعيفه، لكن عند ما بدلت او غيرت الموبايل بهاتف اوبو بمواصفات عاليه، تمام، لاحظت ان البطء دوت اختفى تماما وبقى فيه سلاسه اثناء عرض الهاتف على الشاشه السمارت. تمام، فديت مش مشكله ولا حاجه. كل ما في الموضوع ان الهاتف اللي معاك مواصفاته ضعيفه، لكن لو غيرت وجبت هاتف مواصفات اعلى هتلاحظ ان اثناء عرض الهاتف على الشاشه هيبقى شغال بسلاسه معاك ومش هيبقى فيه تهنيج ولا اي شيء. فانت حاول تجيب هاتف بمواصفات عاليه شويه وهتلاقي الهاتف معاك اثناء عرضه على الشاشه خفيف وسريع ومفيش اي مشكله. تمام، وبكده هنكون اجبنا على السؤال اللي جالي في التعليقات، وهو ان عند بعض شاشه الموبايل على الشاشه السمارت بلاحظ ان في بطء اثناء الاستخدام على الشاشه. فهي المشكله دي حصلت معايا وحلتها بان انا جبت هاتف بمواصفات عاليه شويه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.